اكتر واحد من اصحابك بخيل وبتكره بخله؟ بخيل وبكره بخله. عبد السيد. احمد عادل. احمد حمدي. مفيش حد ما ينفعش. اكيد مفيش والله. ما واحد صاحبي منوفي بخيل جدا يعني. بتكره بخله ليه بقى؟ هو بخيل. مش بخيل، هو حريص. مش بخيل، حريص. مش كده. على اكتر موقف كده حصل معاه ما تنساهوش. اكتر موقف مش هينفع احكي. احكي لنا عن الموقف، مش الاسم. لا معلش مش هينفع. قبل كده كنا خارجين انا وهو، وعمال اسكت من جيبه اقول له يا ابني طلع، يقول لي ما معيش فلوس. كان معاه في الاخر لقيت معاه 1200 جنيه. يعني في مناسبات كده معينه استخسر عيد اولاده فيها. خلال عيد مثلا بديش هديات؟ بالظبط كده. مش خالص ولا جنيه؟ لا في ناس كده. مره يعني كنتش معايا فلوس، فجيت عايز اشتري حاجه، كان ما كانش عايز في الاخر ده مش يديني فلوس، انا كنت محشور يعني. مش متذكر والله بالظبط، بس مواقف في الفلوس، مواصلات، يعني الحاجات البسيطه دي يعني. كنا معزومين، ف كان المبلغ كبير، فميل عليا وكلمني قال لي طب ساهم بحاجه، قلت له انا يا حاضر، وشاركنا ومشيت الليله يعني. طب تنصحه بايه؟ طب تقول له ايه؟ والله يعني خليها على الله. هقول له بطل بخل شويه وحل عن الدنيا بقى، فكها شويه يا عبد، فك عن الناس شويه. انا مسامحه عموما يعني، عشان هو صاحبي برضه في الاول وفي الاخر. ما اقولوش، اقول له كل سنه طيب، هو برضه صاحبي، اخويا حبيبي يعني.